بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين يا سميع يا كريم. أما بعد، السلام عليكم. والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر سبحانه وتعالى. ناخذ الآية 139. أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط نفس التسلسل كانوا هودا أو نصرا؟ وهذا قلنا كذب، بل كانوا على الحنفية السمحة، كانوا هودا أو نصرا. قل أنتم أعلم من الله، هذا التحدي وسفهم، أنتم أعلم من الله، عندكم الحق. الله ليس الله، هو علم، لكن علم يوصل الجنة ويجيبك في الأرض وفي القبور إن كانت لكم قبور. قل أنتم أعلم. شوفك التحدي أعطاه ربي نبينا عليه الصلاة والسلام ليفت في عضودهم ويبهتهم. قل أنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. تعرضنا للآيات لربي وعدوه لمش يكتموا، وهم أول من كتم، ولحد الآن شديد صحيح في الكتمان، أن نبي محمد عليه الصلاة والسلام قد أخبروا بمجيئه في كتبهم التي يدعون أنها صافية لم يمسسها سوء. الله يفضحهم والله يكشف حالهم، آمين يا ربنا يا كريم.